السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في إذن الله سوف نتعلم طريقة النسخ من أي موقع لا يمكن النسخ فيه. نبدأ على بركة الله، نذهب إلى الموقع المراد نسخ الكتابات، نضغط على F12، نضغط على علامة البحث، ونضغط على النص المراد به. إذن مثلا سوف نأخذ هذا الرقم، نضغط عليه دبليو كليك زر الأيسر للماوس وكنترول سي النسخ. ظروف طبعا تستطيع نسخ أي كلام، هذا كان الشرح لليوم، أتمنى أن يعجبكم شرح لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.